خوتي السلام عليكم، نهاركم مبروك. اليوم ان شاء الله تنقترح عليكم هذا الهاتف من شركه ديال الفيفو، الفيفو الايكلاك 01. التليفون تقريبا راه شي 6 شهور باش كان خارج، كان طالع في الثمن، كان تيدير 1170 درهم. غالبا الناس غادي يكونوا شراوه ب 1250 حتى 1300 درهم. دابا راه زوين في الثمن، راه طاح في الثمن. شركه ديال الفيفو نقصت في الثمن ولا تيدير 1030 درهم بالجمله في الشركه، 1030 درهم. تليفون زوين، موجه للبنات، دراري، كبير صغير، اللي كان يقدر يدير هذا التليفون ماشي مشكل. في جوج الالوان، في ازرق والكحل. هذا هو الشكل ديال الهاتف، تيبان لي زوين شخصيا. الدار ديالو من البلاستيك، في واحد التموجات بحال شريطات بحال الشكل ديال اكس. الكاميرا تيجيو مربعين، هذا هو الزر ديال التشغيل، وفوق منه كاين زر ديال الخفض ورفع الصوت. في اسفل الهاتف كنلقاو منفذ الشحن من نوع الا تيب ا، جنبو كنلقاو سبيكر ديال المكالمات مونو ماشي ستيريو. كيما تلاحظوا الفوق راه ما كاينش، كاين غير جهه واحده الباف، اذا مونو ماشي ستيريو. بالنسبه للشحن السريع، هو ما كيدعمش الشحن السريع، يلا كيدوز 10 واط عادي بالنسبه لهذه الفئه السعريه. هنا تلقاو ميكروفون ديال المكالمات، جنبو كنلقاو الجاك ديال ليزيات. وبالنسبه للشريحه ديال المكالمات تجي الفوق، فيها جوج ديال الشريحات ديال المكالمات زائد لاكارت ميموار. هنا الى لاحظتوا كاين واحد خيط مطاطي، هذا الدور ديالو كيحمي الهاتف من تسرب الماء والغبار، راه كاين في الشريو ديال ليكارت سيم. وهذه واحد شي حاجه ممتازه سيتو في الفئه السعريه، يعني الشركه ديال فيفو راه معروفه بالهاردوير والسوفتوير ديالها، جوجهم مزيانين. كاينه واحد البوشيط الاستيك ترونسبارونت كتجينا مع الهاتف، نسيت ما تكلمتش عليها. هذه زوينه، كتحمي الهاتف من الصدمات، كتخدم بها انت راه تما، يعني تاخذ بوشيط من الدوق ديالك، يعني اللون اللي كتفضل انت. ولكن الهاتف باش نشير لكم راه كيجيوش مع ليزيات. اخوت غادي نجرب لكم الكاميرا ديال، نحاولوا نجربوها. هذه راه 8:30 تقريبا، يعني غيكون شويه الضوء ما واضحش مزيان. غنجربوها، تيستيو الكاميرا هنا باش نقول لكم شنو كاين. شوف الكاميرا ديال الفيفو راه غالبا كتكون زوينه، حتى نفس الكاميرا اللي كاينه في اوبو هي اللي كاينه في الفيفو. تيستيو ونشوف شنو كاين. هذه الكاميرا الخلفيه كتجينا ب 13 ميجا بيكسل. انتم كتلاحظوا الالوان كي دايرين، تبان واحد الضجيج، يعني الالوان ما واضحينش مزيان. انا تعمدت جيت لواحد المكان اللي مظلم شي شويه وما كاينش تفاصيل بزاف. بون هذه الكاميرا كتبقى مزيانه، ولكن لا كانت اشعه الشمس واضحه او كيحاول يقاد الصوره، ولكن بينو بين الكاميرا كتبقى بينو بين صراحه. هذا سيلفي، سيلفي هنا تيبان لي مزيان في الاول، اول ما شفت بان لي ناقص، هنا تيبان لي شويه مزيان. المهم بالنسبه للثمن ديالو راه كيبان لي التليفون راه هذاك هو الجهاز. الكاميرا اللي نيت كيما نشوفش انه راه تقريبا 9 دولار وبهادي. المهم السيلفي كيبان لي زوين، يعني ناقص شويه، كاينش الضو واضح بزاف. تنظن في الضو راه مزيانه، ولكن ملي كيكون الضو ناقص راه دابا الضو ناقص راه التليفون كيزيد الضو. ها انتم الخوت شحال دايرين ليه في هذا السيد؟ دايرين ليه 1211 درهم. كيف ما قلت لكم انا في الشركه راه تيدير 1030 درهم، يعني الا بغيتي تاخذوا راه تنظن اي واحد في المغرب راه غادي يحسب ليه 1100 درهم. وانت اخويا ولا انت اختي ما تفوتوش فيه 1100 درهم، 1100 درهم راه كافيه. وراه كاين يعني الناس اللي ممكن كاع ينقص لك على 1100 درهم. الا كنت مثلا كليان ديالو راه قدر ينقص لك، او يعني يركب لك سكرين فابور ولا يعطيك شي ليزيات مثلا فابور، حتى ما تيجيوش مع ليزيات. نفوتوا هاد الامور كيف ما قلت لكم، راه في المغرب راه من طنجه للقويره 1100 درهم، الله يجعل البركه ما تفوتوهاش. هادشي اللي تنقول لكم انا. يعني تيجينا باندرويد 11، بالنسبه للنوع ديال لافيشور تيجينا ب ال سي دي اي بي اس، اي بي اس ال سي دي، تيجينا ب 6.51، يعني لافيشور ديالو راه كبير وزوين. خارج في 2021 هي لادات سورتي ديالو. بالنسبه للبروسيسور تيجينا من نوع ميديا تيك الهيليو بي 35 بالمعماريه ديال 12 نانومتر. المهم صافي، بالنسبه للبروسيسور ديالو راه مزيان، يعني بالتنقل ما بين تطبيقات وفيسبوك واتساب انستغرام، هاد الامور كلشي تيك توك كلشي راه خدام فيه مزيان. بالنسبه للناس اللي باغيين الالعاب، هاد الهاتف راه غير موجه للالعاب، سيرتو الالعاب الثقيله بحال فري فاير، بابجي، كال اوف ديوتي. يعني مثلا الا بغيتي دير فيه الفري فاير راه غادي يخدمها ليك، ولكن يعني الاعدادات ناقصه، غتنقص الاعدادات الصوره حتى لاقصى درجه غادي تلعب، ولكن هو المهم هو راه غير موجه للالعاب. ندوزو دابا الكاميرا، كيف ما قلنا الكاميرا الخلفيه تجينا ب 13 ميجا بيكسل، كاميرا وحده اللي فيه
الكاميرا الاماميه كتجينا ب 5 ميجا بيكسل. بالنسبه للكاميرا الخوت راه الكاميرا يعني قاضيه الغرض. انا نشرح لك واحد المساله، هاد الكاميرا ديال التليفون الفيفو الايكغ 01 كاين اللي غتعجبك اللي ما غاداش تعجبو. علاش؟ الا كنتي انت من الناس اللي عندك تليفون تيدير 1000 درهم راه غادا تعجبك بزاف هاد الكاميرا، كنتي من الناس اللي عندك تليفون تيدير 2000 درهم ومجرب الكاميرا ديال 2000 و 3000 درهم راه ما غاداش تعجبك هاد الكاميرا. راه طبيعي يعني انت جربتي الكاميرات الواعرين ما غاداش تعجبك هاد الكاميرا هاد الصوره، يعني غتلاحظ ان كاين الفرق. واخا بقى لينا دابا الباتري ديالو، الباتري ديالو فيه 5000 ملي امبير، يعني بالنسبه للشحن راه مزيان كيدير شارج بزاف، ولكن راه ما كيدعمش الشحن السريع، كيشارج غير ب 10 واط. الشارجور ديالو حتى هو راه كتجي في 10 واط. هادشي اللي كان الخوت. بالنسبه لرايي الشخصي فيه كيبان لي راه تليفون مزيان بكل صراحه، انا تنصح به الناس. بعت فيه بزاف، بعت فيه شي 30 لا كثار شي 50 تليفون اللي بعت فيه، يعني من العيد الكبير. في العيد الكبير راه كناقص الثمن، راه كان تيدير غير 1030 درهم، ولكن نزولا عن الرغبه ديال شي بيع او شراء يطلبوا مني قال لي سي عثمان بلا ما تقول الثمن ديالو دابا، احنا باقي واخدينو غالي، وحيت الناس كانوا واخدينو، كاين اللي واخدو ب 1200 درهم، كاين اللي واخدو ب 1170 درهم، وفهمتي وغادي يخسروا فيه. هادشي علاش دابا حنا صبرنا، راه صبرنا الله يجعل البركه. دابا خوتي راه كيدير 1030 درهم في الشركه، انت خويا وانت اختي غادي تاخذوه ب 1100 درهم، وطلب من المحل يركب لك سكرين فابور او يعطيك شي ليزيات من عنده فابور. يعني الا كنتي انت ديما كتقدم من عنده راه غيدير معك هاد لوجيست، كنتي عمرك ما خديتي من عنده خذو ب 1100 درهم، 1150 1200 لا بزاف، 1100 درهم اخر ثمن اي واحد غادي يبيع لك بهذا الثمن. الا ما بغاش شوف الاخر اللي حداه وقضي الغرض، لا ضر لا ضرار، انت مستافد ومول المحل مستافد. وهادشي اللي كاين حنا خوتي كنديرو غير الخير، انا راه ما كنديرش هادشي باش نبيع التليفونات ديالي، راكم عارفين راه اي واحد غادي يبغي شي تليفون من عندي راه ما عمرني رسلت شي واحد وما عمرني غادي نرسل لشي واحد، انا غير تنقول الحقيقه. وانت خذ من عند السيد اللي في الدرب ديالك ولا اللي في الحومه ديالك ولا السيد اللي في لاكار عندكم ولا مهم في المدينه ديالك. خوتي تبارك الله عليكم، سمحوا لنا بزاف.